طيب احنا شايفين ما شاء الله عدد هايل من الميداليات قدامك على الترابيزه، عايزين نعرف ايه الميداليات دي؟ يعني مش بس درع محاربي الامارات اللي موجود قدامنا، اعتقد السيف ده هو درع محاربي الامارات. ايوه الميداليات دي بقى يعني اخدتيها امتى وازاي؟ اتكلم في سنتين. سنتين. اول مشاركه ليا كانت في الايفولوشن، كان اول ماتش في الايفولوشن خالص، الميداليه الحمراء اللي هناك دي اول واحده دي. اول واحده. بعد كده شاركت تاني اللي هي الميداليه الخضراء اللي هناك دي مكتوب عليها ايفو. موجودين على الشاشه دلوقتي. ثالث مشاركه اللي هو الدرع ده. رابع مشاركه برضو في الايفولوشن. كان ما بينهم بطولات بره، يعني بره المنظمه، علشان اقوم المستوى. انا كنت عايزه اشارك كتير علشان مستواي يعلى في وقت قليل.